حياكم الله مشاهدينا ومتابعينا على شاشة قناة الفجان، نرحب فيكم في حلقة جديدة من برنامجكم اليومي 7 على 7 لنطلع عليكم أكيد بمجموعة من الأخبار والمواضيع من كافة إمارات الدولة بشكل عام ومن إمارة الفجيرة على وجه الخصوص، وأيضا معنا مجموعة من الضيوف راح إن شاء الله نتكلم عن مواضيع تخص المجتمع بشكل عام والأسرة والفرد. وأكيد مشاهدينا الكرام راح نبدأ معكم بأخبار مميزة، وأكيد خلال طبعا اليومين اللي مضى كان هناك خبر ملفت وكان حديث وسائل التواصل الاجتماعي والوسائل الإعلامية بشكل عام، حيث أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وثيقة 50 التي تتضمن 9 بنود طبعا تضم جوانب من رؤية سموه لمدينة دبي المستقبل والحياة بشكل عام التي يتمناها لكل من يعيش على هذه الأرض الطيبة. وهذه الوثيقة مشاهدينا الكرام تنص على التالي: هذه الوثيقة التي بين أيديكم تمثل عهدنا ووعدنا بالنيابة عن نفسي وعن الأسرة الحاكمة لدبي فيما سنقوم به تحسينا لجودة الحياة وتطويرا لمجتمع دبي وضمانا لمستقبل الأجيال القادمة. وهي وثيقة سنوية أسميتها وثيقة 50 تيمنا بمرور 50 عام على تولي أول مسؤولية لي في خدمة هذا الشعب، وتفاؤلا ب50 عاما مقبلة نستطيع فيها تحقيق مدينة فاضلة كاملة يحكمها القانون وتسود فيها روح الرحمة والمحبة ويعيش أهلها في انسجام وتسامح، وتتميز الحياة فيها بالسهولة والرخاء، وتتمتع أجيالها القادمة بالفرص والبيئة الحقيقية لتحقيق كافة أحلامهم وطموحاتهم. وإننا نعلن من 4 يناير من العام 2019 التزامنا والتزام الأسرة الحاكمة في دبي والتزام حكومتنا وكافة فرق عملنا بالرؤية الواردة في هذه الوثيقة، باذلين في ذلك كل الجهود ومراعين كل الظروف ومقدرين جميع المساهمات، وسائلين المولى عز وجل أن يعيننا جميعا لتحقيق الخير والسعادة لأبنائنا وأحفادنا وأجيالنا القادمة. ولقد قسمنا هذه الوثيقة إلى 9 بنود تسهيلا للتنفيذ والمتابعة والمحاسبة، على أن هذه الوثيقة لا تغني عن الخطط الاستراتيجية التي تقوم بها الحكومة، ولكنها وثيقة تضم جوانب من رؤيتنا لمدينة دبي المستقبل والحياة التي نتمناها لكل من يعيش في هذا المجتمع. وسنعلن في 4 يناير في كل عام عن وثيقة 50 التي تضم مشاريع استثنائية في دبي، وتوجيهاتنا للجميع بالعمل وفقا لهذه الوثيقة ووفقا لوثيقة المبادئ 8 التي أطلقناها أيضا، ضمانا لاستمرار الرخاء وديمومة الازدهار وتسارع المسيرة على أن يكون هناك قائد بهذه الرؤية الثاقبة وهذا الفكر المستنير. فنحن على ثقة بأن إنجازاتنا ستبلغ عنان السماء وأن أي حلم سيتحول إلى حقيقة حيث لا مجال للمستحيل. شكرا سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، دمت لنا فخرا في كل خطوة تخطوها في سبيل رفعة هذا الوطن وإعلاء شأنه. مشاهدينا الكرام، دائما الإمارات مستمرة في تطوير كافة المجالات ومتميزة دائما عام بعد عام، وأكيد نحن حلقتنا إن شاء الله في هذه الليلة متميزة، ومعانا أكيد مجموعة من المواضيع راح نبدأ معاكم إن شاء الله ب4 طالبات هندسة يبتكرن طريقة لقياس نسبة الانحراف في النباتات البنايات، وأيضا الإمارات نموذج عالمي للتسامح، وبطولة فزاع للصيد بالصقور والتلواح، وأيضا سنتطرق إلى التخطيط للأعمال المجتمعية. ونبدأ معكم الآن في أولى فقراتنا مع الأخبار المنوعة مع الزميلة ليالي. حياك الله ليالي. الله يحييك زميلي علي، مساء نور وسرور لك ولكل المشاهدين الكرام. يا مرحبا بك، شو عندنا أخبار اليوم؟ علي، في خطوة من شأنها الحفاظ على البيئة الخضراء في الدولة، وجه سمو الشيخ مكتوم بن حمد بن محمد الشرقي رئيس نادي الفجيرة الرياضية الثقافية حفظه الله بتوزيع 15,000 شجرة متنوعة علي، منها المحلية وأخرى مستوردة، على جموع المواطنين والمقيمين وبصورة مجانية
الميزانية، كل ذلك من أجل التشجيع على الزراعة. أكيد دائما ما شاء الله، نحن اليوم في الإمارات هذه الجنة التي أصبحت جنة، وكانت سابقا الكل يعرف أنها كانت صحراء. نعم، تخضير الصحراء، ولكن اليوم الحمد لله رب العالمين تعد الإمارات من أكثر دول في المنطقة. نعم. يعني ما شاء الله متميزة في التخضير وأيضا في الزراعة، وأيضا اهتمام الدولة في هذا المجال اهتمام كبير الحمد لله رب العالمين. ومميزة ولافت علي لكل الراغبين الحصول على هذه الأشجار، الاتصال على الرقم 0529929490، وأكرر بصورة مجانية. يعطيك العافية، إذا نستمع التفاصيل معك. بالتأكيد، شكرا لك. العفو. حياكم الله مشاهدينا الأفاضل أينما كنتم تتابعونا، أرحب بكم إلى هذا الموجز الإخباري لليوم الاثنين الموافق 7 يناير 2019. أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة حفظه الله عددا من المراسيم الاتحادية تقضي بنقل وتعيين سفراء وقناصل وأعضاء في السلك الدبلوماسي للدولة لدى عدد من دول العالم. ونصت المراسيم المنشورة في العدد الأخير من الجريدة الرسمية الاتحادية بنقل محمد سالم أحمد الراشدي سفير الدولة لدى جمهورية السنغال وتعيينه سفيرا للدولة لدى جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية بذات الدرجة الوظيفية التي يشغلها حاليا، مرورا بديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي. وتنهى مهامه كسفير غير مقيم لدى كل من جمهورية غامبيا الإسلامية وجمهورية سيراليون وجمهورية الرأس الأخضر وجمهورية ساحل العاج. كما قضت المراسيم الاتحادية بنقل الدكتورة حصة عبد الله أحمد العتيبة سفيرة الدولة لدى المملكة الإسبانية وتعيينها سفيرة للدولة لدى مملكة هولندا بذات الدرجة الوظيفية التي تشغلها حاليا، مرورا بديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي. وتنهى مهامها كسفيرة غير مقيمة للدولة لدى كل من إمارات أندورا ودولة الفاتيكان. ونص المرسوم الاتحادي رقم 179 لسنة 2018 على نقل السعيد علي يوسف النويس سفير الدولة لدى مملكة هولندا إلى ديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي. ونص المرسوم الاتحادي رقم 180 لسنة 2018 على ترقية حمد مطر محمد سلمين الشامسي عضو السلك الدبلوماسي والقنصلي من درجة مستشار إلى درجة وزير مفوض. ونصت المراسيم على تعيين أحمد ناصر عبد الرحيم محمد الخاجة سفير الدولة لدى جمهورية غينيا سفيرا غير مقيم للدولة لدى جمهورية غينيا بيساو، وتعيين خالد خليفة عبد الله راشد المعلى سفير الدولة لدى جمهورية كينيا سفيرا غير مقيم للدولة لدى جمهورية القمر المتحدة، ويعين دكتور سعيد محمد علي الشامسي سفيرا للدولة لدى جمهورية المالديف بذات الدرجة التي يشغلها حاليا. كما نصت المراسيم الاتحادية على تعيين محمد عيسى علي القطام الزعابي سفيرا للدولة لدى جمهورية أرمينيا بذات الدرجة الوظيفية التي يشغلها حاليا، وتعيين أحمد إبراهيم سعيد محمد الظاهري قنصلا عاما للدولة في مدينة إربيل لدى جمهورية العراق بذات الدرجة الوظيفية التي يشغلها حاليا، وتعيين سالم علي خميس علوي الكعبي قنصلا عاما للدولة في مدينة بون في جمهورية ألمانيا الاتحادية بذات الدرجة الوظيفية التي يشغلها حاليا، وأن ينقل جاسم محمد مبارك عبد الله القاسمي سفير الدولة لدى جمهورية أرمينيا إلى ديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي. ونصت المراسيم على نقل عارف علي الطابور النعيمي القنصل العام للدولة في مدينة جدة في المملكة العربية السعودية إلى ديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي، وأن يعين ناصر هويدا دبيان علي الكتبي قنصلا عاما للدولة في مدينة جدة في المملكة العربية السعودية بذات الدرجة الوظيفية التي يشغلها حاليا. على صعيد آخر، أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أن دولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله تولي أهمية كبيرة لتعزيز علاقتها مع جمهورية باكستان الإسلامية، وتعمل على مزيد من التعاون والتنسيق بين البلدين على مختلف الأصعدة. جاء ذلك خلال مباحثات أجراها سموه أمس في إسلام
انتخابات مع عمران خان رئيس الوزراء الباكستاني ركزت على تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، إضافة إلى تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية الراهنة، حيث أعرب سمو خلال اللقاء الذي حضره سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة عن ثقته بتطور مسار العلاقات الإماراتية الباكستانية في المجالات كافة، مؤكدا سموه أن المستوى الحالي للعلاقات الاقتصادية والتجارية يتجه إلى الأفضل وأن هناك توافقا على ضرورة العمل على تعزيز هذه العلاقات خلال السنوات المقبلة. وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مقتبس: علاقتي الشخصية بباكستان علاقة قديمة منذ الطفولة، وأنا محظوظ اليوم أن تكون أول زيارة رسمية لي في بداية عام 2019 إلى جمهورية باكستان الصديقة. تمنياتي للحكومة والشعب الباكستاني كل خير ونجاح، معربا سموه عن تفاؤله بقيادة الجيل الجديد في باكستان الذي يبعث الأمل للسنوات المقبلة. في شق مغاير استقبل سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد إمارة الفجيرة الأمين حفظه الله أمس في مكتبه في الديوان الأميري في الفجيرة معالي أحمد بن علي بن محمد الصايغ وزير دولة، يرافقه سعادة محمد شرف الهاشمي مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون الاقتصادية والتجارية، حيث طلع سمو خلال اللقاء على خطط عمل وزارة الخارجية والتعاون الدولي ودورها في تحقيق رؤية الاستراتيجية العامة للدولة على مبدأ إحلال السلام نشر المحبة في مختلف دول العالم. كما طلع سموه من معالي أحمد بن علي بن محمد الصايغ على أبرز النقاط التي استعرضها اجتماع المجلس الاستشاري للوزارة الذي استضافته هيئة المنطقة الحرة في الفجيرة. حضر اللقاء سعادة سالم الزحمي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة الأمين. إلى موضوع آخر، حيث أنهت جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي إحدى مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، أنهت الاستعدادات لتنظيم ملتقى الإبداع الرياضي العاشر الذي تنظمه الجائزة صباح غد الثلاثاء تحت شعار تجارب رياضية إبداعية، وذلك في فندق مينا السلام في مدينة جميرة بدبي، حيث سوف يتحدث فيه نخبة من الرياضيين وممثلو الاتحادات والمؤسسات الفائزين في الدورة العاشرة للجائزة الأكبر في العالم من حيث قيمتها وتعدد فئاتها، وهي الأولى على الإطلاق في مجال الإبداع الرياضي والذين اكتمل وصولهم للدولة من أجل المشاركة في الملتقى. كما اكتملت الاستعدادات لحفل تكريم جميع الفائزين وذلك في الساعة الثانية ظهرا بعد غد في قاعة راشد في مركز دبي التجاري العالمي. أعلنت مدينة الشارقة للنشر أول منطقة حرة للنشر على مستوى العالم تقديم أعفاء بنسبة 20% من قيمة التراخيص اللازمة لممارسة الأعمال في المدينة وكافة المصاريف المصاحبة لها لجميع الناشرين المشاركين في معرض نيو دلهي للكتاب الذي يحتفي بالشارقة ضيف شرف في دورته 27 التي تقام تحت شعار كتب للقراءة ذوي الاحتياجات الخاصة. ومع هذا الخبر مشاهدينا أغلق وإياكم نافذة الأخبار المنوعة لنفتح بقية نوافذ البرنامج مع زميلي علي بوبر. شكرا جزيلا ليالي على هذه الأخبار، ومستمرين معكم مشاهدينا في طبعا هذه الحلقة، وأكيد احتفاء بمرور 12 عاما على تولي صاحب سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة. قامت جمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية ندوة بعنوان محمد بن حمد الشرقي 12 عاما من الريادة والعطاء، كما يصاحب طبعا هذه الندوة معرض فني، وأكيد المزيد من التفاصيل بنشوف معاكم هذا التقرير. سعى
سعيدة جدا باستضافة اليوم من قبل جمعية الفجيرة الثقافية وغرفة تجارة وصناعة الفجيرة لأكون متحدثة في ندوة عن مسيرة العطاء والخير لسمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة حفظه الله بمناسبة مرور 12 عام على ولاية سموه العهد في إمارة الفجيرة. تحدثت عن دعم سموه لفئة الشباب والناشئة في إمارة الفجيرة. طبعا دعم سموه لهذه الفئة كبير جدا، وخلال هالفترة البسيطة اللي هي 12 سنة اللي تولى سموه ولاية العهد في إمارة الفجيرة أحدث فرق كبير جدا في نوعية الخدمات والبرامج والمبادرات المقدمة للشباب ولفئة الناشئة في إمارة الفجيرة. مهما تكلمنا ومهما أحصينا من مبادرات ومن إنجازات ما بنقدر نوفي سموه حقه لدعمه لهذه الفئة الحيوية جدا والأساسية في بناء مستقبل دولة الإمارات العربية المتحدة. فكل الشكر لسموه على دعمه اللامحدود لهذه الفئة، وكل الشكر له على اهتمامه الشخصي بهم، على رعايته، على توجيهه لهم، على كونه الأخ الأكبر لهم اللي يرعاهم ويوجههم ودائما موجود لهم، بابه مفتوح لهم في كافة الأوقات وكافة المجالات. على آيات التهاني والتبريكات لسيدي سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد إمارة الفجيرة للذكرى 12 لتولي سموه ولاية العهد في إمارة الفجيرة. حقيقة هذه السنوات الماضية حققت إنجازات كثيرة في كافة المجالات. أنا تكلمت عن محور الرياضة من خلال عدة محاور، محور المبادرات ومحور حقيقة مبادرات العطاء، وكذلك من خلال فوز سمو سيدي سمو الشيخ محمد بجائزة أفضل شخصية رياضية على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة في 2017، وكذلك حصوله على أعلى مستوى 8 دان في التايكواندو، وقام رئيس الاتحاد الدولي وأعضاء المكتب التنفيذي بتكريم سمو الشيخ محمد في حفل خاص باعتباره أقوى شخصية في الشرق الأوسط في مجال التايكواندو لدوره في تطوير التايكواندو. حقيقة الشيخ محمد كثير من المبادرات اللي سواها لنا من خلال إنشاء نادي الفجيرة للفنون القتالية، إنشاء مركز الفجيرة للمغامرات، كثير من نادي الرماية والفروسية، يهتم كثير حقيقة بالنشأ، يهتم بالتحفيز. هناك دور كبير للمرأة من خلال مشاركة بناتنا في البطولات الدولية. هناك حقيقة كثير من تنظيم بطولات، في بطولات نوعية أول مرة تقام في الشرق الأوسط وكذلك في آسيا، استضافت دولة الإمارات من خلال إمارة الفجيرة بدعم شخصي وبعلاقات شخصية من سمو الشيخ محمد. حقيقة تعاملنا مع سيدي سمو الشيخ محمد من خلال الرياضة يوجه رسائل كثيرة لأبنائنا، ويوجه لنا إحنا كمسؤولين، وكذلك يوجه إلى أولياء الأمور ويوجه إلى المؤسسات. يجب علينا أن إحنا نهتم بهذا النشء من خلال الرياضة. مشاهدينا الكرام، حققت 4 طالبات من كلية الهندسة قسم الهندسة المدنية في جامعة الإمارات العربية المتحدة ابتكارا نوعيا يتعلق بقياس نسبة الميل في البنايات عن طريق معايرة الكاميرات الرقمية. تفاصيل أكثر عن هذا المشروع نتعرف عليها مع ضيفتنا عبر الهاتف المهندسة سلامة سيف الكتبي، خريجة قسم الهندسة المدنية في جامعة الإمارات. حياك الله معنا. الله يحييك أخوي. الله يحفظك. سعيدين جدا طبعا بهذا الخبر ونفتخر بكم دائما. أكيد ويعرف أكيد الجمهور يبغى يعرف ما هي تفاصيل هذا المشروع الجميل. بداية فكرة المشروع بدأت من اطلاعنا على المشكلات التي تؤدي لحدوث تشوهات وعيوب في المباني، مما دفعنا للبحث أكثر بمساعدة الدكتور موخز غنى أستاذ بقسم الهندسة المدنية بالجامعة والمشرف على هذا المشروع، حول أسبابها ووضع التدابير الوقائية لتلافي حدوثها. نعم. ومحاولة قياسها. وفي التصوير الفوتوغرافي تم استخدام الصور المتداخلة التي تلتقطها الكاميرات المترية لحساب مواقع النقاط إحداثيات ثلاثية الأبعاد فيما يتعلق بنظام إحداثيات الأرض المحددة مسبقاً،
وتعتمد الدقة التي يحققها التصوير الرقمي على العديد من العوامل، بما في ذلك حجم مستشعر الكاميرا ودقته وجودة الصورة وارتفاع الطيران، المسافة بين الكاميرا من المراد من الكائن المراد تصويره، بالإضافة إلى متغيرات أخرى. ولتحويل الكاميرات الرقمية العادية التي يتم شرائها من المتاجر الإلكترونية إلى مقياس متري، يجب معايرة الكاميرات لمعرفة معاملاتها الداخلية وخصائص التشوه. وتم إعداد حقل معايرة للكاميرات الرقمية من قبل مستشار المشروع في مختبر المسج في جامعة الإمارات العربية المتحدة. جميل. حيث أنجز المشروع على مرحلتين، مرحلة دراسة الأدب المرتبط بالمسج والمعايرة، ومرحلة تصميم وبناء العناصر الهيكلية وتنظيم نظام ومستوى الرسم التصويري. نعم مهندسة سلامة، يعني لا شك أنكم وضعتم أهداف لهذا المشروع، ما هي الأهداف الأساسية لهذا المشروع؟ الهدف الرئيسي من هذا المشروع هو التعرف على التصوير الفوتوغرافي الرقمي القريب والاستفادة منه في تصميم حل لمشاكل القياس الصناعي الذي يحتاج إلى قياسات دقيقة جدا، وإجراء مقارنة بين بدائل القياس التي تمت المقارنة بينها في هذا المشروع، وهي التصوير الفوتوغرافي وجهاز المحطة المتكاملة التوتال ستيشن وجهاز الـ LBDT. نعم طبعا خلال هذا المشروع اكتسبتم مهارات مبدئيا اكيد وطلعت نتائج يمكن اوليه، هل هناك نتائج يعني ممكن نعلن عنها من خلال الفتره التي قضيتم فيها في هذا المشروع؟ نعم، المهارات التي اكتسبناها من هذا المشروع هي معرفه كيفيه معايره الكاميرات، تعرف على برامج جديده لقياس نسبه التشوهات في المباني. نعم. والنتائج التي توصلنا إليها أن جميع الأجهزة المستخدمة قدمت لنا نتائج متقاربة جدا والفرق بسيط بالمليمتر، ولكن أفضل وأسهل جهاز اللي هو الكاميرات المعايرة لسهولة تنقلها. على سبيل المثال إذا تم تصوير مبنى جديد وبعد سنوات حصل انشناء أو تشوه في المبنى، ممكن بطريقة الكاميرات المعايرة حساب الانشناء الذي حصل وبسهولة جدا. جميل جدا، أكيد نحن سعيدين جدا بهذا الخبر، نتمنى لكم إن شاء الله كل التوفيق والمساهمة في رفعة هذا الوطن. شكرا لك المهندس السلام سيف الكتبي، شكرا جزيلا على هذه المداخلة. أهلا. شكرا مشاهدينا الكرام، مستمرين معاكم ولكن نطلع لهذا الفاصل وبعد راجعين، خلكم معنا. حياكم الله مشاهدينا من بعد هذا الفاصل. تعد الإمارات في نظر العالم نموذجا للتعايش والتسامح، حيث تحتضن على أرضها أكثر من 200 جنسية بمختلف ثقافاتها ودياناتها، يعيشون بحمد الله في وئام وانسجام. وأخذ التسامح في دولة الإمارات منحى مختلف، فتحول من فكرة وقيمة إلى نهج حياة وبرنامج عمل، حيث تعد دولة الإمارات حاضنة لقيم التسامح والسلم والتعددية الثقافية، وكفلت قوانينها للجميع الاحترام والتقدير. عن عام التسامح طبعا يدور حوارنا في هذه الفقرة مع الأستاذ سلطان مليح، مدير مركز وزارة الثقافة في وتنمية المعرفة في الفجيرة. حياك الله معنا أستاذ سلطان. يا مرحبا بكم، أهلا وسهلا فيكم. حقيقة احنا شاكين هذا المنبر الإعلام الثقافي اللي فعلا يهتم بالأمور المجتمعية والأمور تخص المجتمع والناس بشكل عام بدولة الإمارات. نحن أيضا طبعا حابين نشكرك على وجودك معنا اليوم. حاضر. وموضوع أكيد مهم، يعني اليوم نحن الحمد لله في عام بدأنا عام التسامح، وهو امتداد أكيد لعام زايد الخير وهذه القيمة التي أسسها المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان طيب الله ترى في جذور هذه الدولة. يعني اليوم الحمد لله رب العالمين مستمرين بالخير من عام زايد إلى عام التسامح في بداية كل عام. ما هي الكلمة التي تود أن تقولها في تحية هذا العام؟ طبعا يعني الحمد لله رب العالمين، الحمد لله على نعمة الإمارات والحمد لله على نعمة الشيوخ الإمارات. طبعا نحن الحمد لله بدولة الإمارات العربية المتحدة أطلق سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ب15 ديسمبر، أعلن عنه طبعا صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد حاكم دبي رعاه الله بأن يكون عام التسامح. عام التسامح طبعا امتداد لعام زايد الخير، والله يحفظ دولة الإمارات العربية المتحدة بخير وأمن وأمان لله الحمد.
هذه الإرث الثقافي الاجتماعي الكبير، هذا الشيء اللي تعلمناه من أبونا الشيخ زايد الله يغفر له ويرحمه موجود معانا، وراح يمتد، راح يتواصل، ولا سواء الأجيال القادمة أبنائنا أبناء أبنائنا الكل راح يستمد هذه المعرفة من أبونا الشيخ زايد الله يغفر له ويرحمه. مثل ما تفضلت وقلت أكثر من 203 جنسية موجودة بدولة الإمارات العربية المتحدة، طبعا تعتبر أعلى نسبة بالعالم كامل، تعتبر أعلى نسبة بالعالم 203 جنسية. لله الحمد عايشين بأمن أمان وئام تسامح بحب بسعادة، هذه كلها القيم المجتمعية اللي موجودة معنا بدولة الإمارات، لها دلائل وأثار كبيرة من دولة الإمارات، والتسامح وجهان لعملة واحدة. صحيح. الحمد لله، يعني هذا الشيء نشهده والعالم يشهد لدولة الإمارات. كيف حرصت الدولة أيضا على تعميق قيم التسامح والانفتاح على ثقافات الشعوب بشكل عام؟ لله الحمد، الكل عارف أن هالجنسيات الموجودة، الأعراق الموجودة معنا، دولة الإمارات العربية المتحدة ما فرقت بين عرق، بين لون، بين ثقافة، بين عادات، بين تقاليد، هالأشياء كلها موجودة معنا بدولة الإمارات. أكبر مثال زين الشيخ محمد بن زايد الله يطول عمره ويحفظه، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، لما أعاد تسمية مسجد الشيخ محمد بن زايد منطقة المشرف بأبو ظبي إلى من مسجد الشيخ محمد بن زايد إلى مسجد مريم أم عيسى. نعم. زين مريم أم عيسى، فهذا هذا التباين الكبير وهذا التلاحم الكبير معانا بالأديان، ما صارت أي تفرقة معنا. صحيح. بالعكس الكل عايش مثل ما قلنا بأمن وأمان وحب ووئام، والكل خايف على الترابط والتلاحم المجتمعي. نعم. طبعا الإمارات دائما سباقة في ومبتكرة لكل ما هو جديد، أول وزارة للسعادة وأيضا وزير للتسامح في الإمارات، الحمد لله رب العالمين. لماذا البعض يتساءل أستاذ سلطان، لماذا الإمارات مثل ما قلت دائما سباقة ودائما في نظرة مستقبلية؟ الشيخ محمد بن راشد الله يطول عمره شو قال؟ قال تعلمنا من الخمس سنوات اللي فاتت، تعلمنا أشياء كبيرة، تعلمنا من استشرافنا المستقبل الموجود، تعلمنا من الأحداث اللي تحول اللي حول العالم، تعلمنا من الأشياء اللي تصير حول العالم، تعلمنا هاي الأشياء كلها، فكان لابد من وجود وزير للسعادة، لابد من يكون وزير للتسامح، كان لابد يكون وزير للشباب. الشباب أكثر من 50% من مجتمع دولة الإمارات العربية المتحدة، إذا الدولة أعطت ظهرها للشباب منو راح يحتوي الشباب هذا؟ صحيح. وزارة التسامح، وزير التسامح طبعا الكل عارف كانت معالي الشيخ ربنا القاسمي أنزين سنة 2016 سنة 2017 معالي الشيخ نهيان بن مبارك الله يحفظه وزير التسامح. طبعا اختيارهم الحكومة لهذه الشخصيات بالذات اللي هم معالي الشيخ لبنى القاسمي ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك لم يأتيهم فراغ، هذا طبعا هم يحظوا بشعبية جدا كبيرة سواء كان على مستوى دولة الإمارات أو على مستوى العالم بشكل عام. نعم. يعني أيضا بنتطرق للمبادرات وأيضا المختلفة ودورها في ترسيخ مكانة الإمارات عالميا كعاصمة عالمية للتسامح، ما هي هذه المبادرات والخطوات برأيك؟ في مبادرات جدا كبيرة، واسمحوا لي بستعين بعض الأوراق الموجودة معي. دائما نتكلم عن المبادرات المجتمعية والثقافية بدولة الإمارات، طبعا البرنامج الوطني للتسامح. هذا برنامج وطني كبير أطلقوه دولة الإمارات العربية المتحدة، أطلقته الحكومة. كذلك تخصيص الأسبوع الثالث من شهر نوفمبر زين يكون أسبوع للتسامح، هذا يأتي لأن 16 نوفمبر اليوم الدولي للتسامح. كذلك مبادرة صوت التسامح عبارة عن أصوات الأفراد مختلف شرائح المجتمع لنشر قيم التسامح ونبذ العنصرية والكراهية، وكذلك مركز الإمارات للتسامح اللي بدبي، يعني كل هذه دلالة واضحة. صحيح. زين دولة الإمارات إن نحن متخذين خطوات إيجابية زين نحو هذا الشيء، نحو التسامح، والحمد لله رب العالمين. طبعا القوانين اللي أحاطت عام التسامح لما أطلقت الإمارات البرنامج الوطني للتسامح شرعت قانون مكافحة التميز والكراهية. نعم. صحيح. زين وكذلك مثل ما قلنا يعني أسست عدة مراكز مكافحة التطرف والإرهاب. نعم. سواء حول العالم. نعم. سلطان برأيك يعني ما هي آثار هذه المبادرات في مكانة الإمارات العالمية أولا، وأيضا في تبني القيم والمبادئ الإنسانية، وما وكيف تنعكس هذه المبادرات على المجتمع الإماراتي بشكل عام؟ الانعكاس على المجتمع الإماراتي مثل ما الكل حاس فيه سواء كان بالعالم أو نحن حاسين فيه بدولة الإمارات، الأمن
والأمان. صحيح. أهم شيء موجود معانا بدولة الإمارات. الحمد لله. الأمن والأمان، الثقافة المتنوعة الموجودة معانا، الحب والاحترام، التسامح الموجود، المودة والوئام الموجود بين الشعب دولة الإمارات والمقيمين على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة، هذه كلها آثار نحن نلمسها ونحن نشعر فيها والعالم كله يشعر فيه. نعم. كيف يتعامل أستاذ سلطان برأيك المجتمع الإماراتي وأيضا الثقافات الموجودة في يعني وجود هذه التشريعات التي تعزز من قيم التسامح؟ كيف هل المجتمع بكل أطيافه واعي لهذه المبادرات برأيك؟ أكيد. نعم. يعني نحن اللي لمسناه وحسيناه حتى قبل دخول عام التسامح الترحيب الكبير. صحيح. زين اللي سمعناه واللي شفناه سواء كانت بال مثل ما تعرف يعني السوشيال ميديا حاليا الطاغية زي مثل ما احنا قاعدين نشوف بالسوشيال ميديا المظاهر الاحتفالية بهذا العام، وشكر قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة من مجتمع دولة الإمارات ومن العالم اللي احنا قاعدين نشوفه، هذا كله آثار إيجابية واضحة وباينة للعيان. نعم. الحمد لله رب العالمين. أيضا الإمارات تقوم بأدوار خارج حدودها يعني من تعزيز التسامح وأيضا الوئام والصلح ما بين دول عديدة، وكما رأينا مؤخرا يعني هناك مبادرات من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد الله يحفظه، وأيضا وهو نهج المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان. كيف تقوم دولة الإمارات العربية المتحدة بأخذ دورها في التسامح والصلح والوئام عالميا أستاذ سلطان؟ من شابه أباه فما ظلم. نعم. صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد الله يطول عمره والله يرحمه والدنا زين الشيخ زايد بن سلطان، أخذوا على عاتقهم فعلا محبة الناس، محبة الشعوب. فهذا الشيء احنا قاعدين نلاحظه يعني الشيخ محمد بن زايد وين حاليا اليوم، وين موجود الشيخ محمد بن زايد اليوم؟ موجود باكستان. صحيح. زين الشيخ محمد بن زايد يحمل على عاتقه همومنا كإماراتيين، هموم الشارع العربي زين كشارع عربي، ماخذ على يعني على عاتقه كل هذه الأشياء يعني كحبا زين للعالم وحبا بالوطن ومنيه منه لسود السلام. نعم. والحب والمحبه لجميع العالم. نحن سعيدين جدا بهذا اللقاء اصلا، كلمه اخيره حاب تختم فيها. طبعا انا تسمح لي بس انا عندي بس عده محاور. طبعا. زين بغيت اذا بتسمح لي في خمس محاور طبعا اللي هي للتسامح. نعم. اللي هي اعلنتها استراتيجيه التسامح بدوله الامارات. نعم. اللي هو تعزيز دور الحكومه كحاضنة للتسامح. نعم. كذلك ترسيخ دور الأسرة المترابطة لبناء المجتمع، تعزيز التسامح لدى الشباب ووقايتهم من التعصب والتطرف، إثراء المحتوى العلمي والثقافي والمساهمة في الجهود الدولية لإبراز دور الإمارات في هذا المجال، طبعا من خلال سبعة أركان أساسية. نعم. اللي هي الإسلام، الدستور الإماراتي، إرث زايد الله يرحم الشيخ زايد. آمين. المواثيق الدولية، الآثار والتاريخ زين، الفطرة الإنسانية والقيم المشتركة هذه. طبعا أنا أختم دائما زين، سامحوني يمكن طولت عليكم. لا لا فعلت وقتك. بأن نحن لازم نأخذ على عاتقنا شيء كبير. نعم. دولة الإمارات وقيادة دولة الإمارات لما أطلقت عام التسامح ما أطلقتها من عبث زين، فنحن أنا أتمنى من الجميع ونبدأها من الأسرة، نبدأها من البيت زين. الأبن يشوف أبوه زين، لازم الأب يتحلى بالتسامح. صحيح. سواء كان مع الأهل، مع أهله أو مع جيرانه أو مع أصدقائه أو مع الناس، لازم الابن يشوف أبوه بهالطريقة. فهي النواة الأساسية اللي هي الأسرة. صح. في البيت فتنطلق للعالم كامل، والله يحفظ الإمارات ويحفظ آمين شيوخها ويحفظك ويحفظ شعبها. اللهم آمين ويحفظك أستاذ سلطان. نحن سعيدين جدا بهذا اللقاء، وما قصرت الأستاذ سلطان مليح مدير مركز وزارة الثقافة وتنمية المعرفة في الجزيرة. شكرا جزيلا لك. الشكر والتقدير. شكرا. شكرا جزيلا. مشاهدينا الكرام مستمرين معكم، وأكيد مع بداية عام 2019 عام التسامح، تقوم الكثير من الهيئات الحكومية والخاصة بالاحتفال وتنظيم طبعا احتفالات بهذه المناسبة وبعام التسامح، حيث افتتح سعادة ماجد سيف الغرير رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دبي معرض الصور الفوتوغرافية الخاص بالمصور الشهير راميش شوكالا، الذي نظم طبعا أو نظم تحت شعار زايد وراشد رؤية وتحقيق، وأكيد وذلك في مقر غرفة دبي الرئيسي وبحضور مدير عام الغرفة حمد بوعميم وموظفي الغرفة ومتعامليها، وذلك في إطار احتفالات الغرفة بعام التسامح في الدولة. المزيد في هذا التقرير.
طبعا غرفة تجارة وصناعة دبي هي ركيزة من ركائز المؤسسات في إمارة دبي اللي اهتمت بالتجارة، وتأسيس غرفة تجارة وصناعة دبي جاء من بدايات تكوين الدولة. فاليوم نبغي أن نوضح للجيل الحالي أن هذا التصور، وبعد 50 سنة أن وضع من خلال قائدين كان لهم نظرة مختلفة عن بقية القيادات في العالم العربي اللي ركزوا على تنمية بلدهم، اللي ركزوا أن يخلقون بيئة متقدمة جدا في كل القطاعات مو بس القطاع التجاري. فاليوم نحن نبغي من خلال هذا المعرض يتعرفون الجيل الحالي على النظرة اللي وضعوها قادتنا ووين وصلنا اليوم بالنظرة هذه. اليوم طبعا هم رؤيتهم اللي وضعوها قبل 50 سنة بالتقدم اللي صار في دولة الإمارات العربية المتحدة، في دبي بصفة خاصة، في جميع القطاعات، أعتقد هذا الدليل الكافي على تحقيق النظرة اللي وضعوها هذه القائدين. I am here 56 start coming Dubai or 68 one picture Sheikh Zayed first camera race Sharjah camera race. This time Sheikh Zayed one collection my father my camera his picture took of Sheikh Zayed 68 after second day Sheikh Zayed this picture gift Sheikh Zayed. Sheikh Zayed tell me you're from Nam was gold pen gift Sheikh Zayed gold pen gift for you signature same pen gives exile your Fannan this country best surah after 71 after many my collection my 7-8 book of historical book of the world or my itihas museum this collection my museum metro station currency here is my all collection of the world or today and now exhibition only few pictures like in historical collection 65 to collection 60, 65, 67, 60, life of Sheikh Zayed. مشاهدينا الكرام، الاهتمام بالشباب هو من أولويات حكومتنا الرشيدة وقيادتنا في دولة الإمارات العربية المتحدة عن طريق إقامة المراكز الخاصة بهم التي تتخللها العديد من الفعاليات والأنشطة. من بين هذه المراكز مركز الشباب العربي الذي أقام مؤخرا مهرجان الشباب العربي في دولة الكويت الشقيقة. والحديث أكثر عن هذا الموضوع معنا عبر الهاتف الأستاذة مير المرزوقي منسقة مهرجان الشباب العربي بالكويت. حياك الله معنا أستاذة ميرة. الله يحييك. السلام عليكم. الله يحفظك. السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله معنا. أكيد نود أن نتعرف مع المشاهدين، نبدأ عن ما هي فعاليات مهرجان الشباب العربي. إن شاء الله. المهرجان الشباب العربي اللي هي مبادرة تحت برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد النهيان اللي هو رئيس لمركز الشباب العربي، أقمناه بدولة الكويت مثل حضرتك قلت بالتعاون مع وزارة الدولة لشؤون الشباب في الكويت. نعم. كان عندنا العديد من الفعاليات، بس الهدف الأول اللي نحن حبينا نقول حق المهرجان. نعم. إن نبغي كنا نسلط الضوء على سبل تمكين الشباب، ونبغي نساهم في إبراز طاقات خلينا نقول عربية إبداعية للمساعدة على تحقيق الشباب وتحقيق آمالهم وطموحاتهم. نعم، سادة ميرا، يعني ماذا عن المشاركين وأيضا المنظمين لهذا المهرجان؟ المنظمين كنا فريق معالي شمل المزروعي والشيخ منصور بن زايد النهيان بتعاون مع وزارة الدولة شؤون الشباب في الكويت. كالمشاركين نحن سويناه في المروج في الكويت اللي هي اخترنا المكان أوت دور مفتوح لكل حد نظرا لشعبيته بين الشباب.
وحبيبنا كمتحدثين في المهرجان حاولنا نختار ونوصل لأكبر عدد من الشباب مش بس الكويتي العربي، يعني إذا جبنا متحدثين وصناع محتوى بالأحرى يتكلمون مثلا في مجال الرياضة، في مجال التغذية الحديثة، في مجال العمل الإنساني، سوشيال ميديا إلى آخره، فحاولنا نوصل أكبر عدد من الشباب الممكن. نعم، أيضا أكيد هناك أهداف رئيسية ومهمة وضعتموها، عن هذه الأهداف ما هي أهداف الفعاليات بشكل عام في مهرجان الشباب العربي؟ بشكل عام هالمهرجان هو الأول من نوعه في العالم العربي. نعم. لأنه هو أول مهرجان لصناعة المحتوى، يعني عندنا مهرجانات مثل رواد الأعمال ولا مهرجان الرواد التواصل الاجتماعي، هذا كان حق صناعة المحتوى. نعم. فحبينا كأول هدف وأهم هدف أن تمكين هذول الشباب اللي عندهم صوت، اللي عندهم رؤية، اللي يصنعون المحتوى في مجالهم. نعم. إن كان مثلا في الإذاعة ولا إن كان في التواصل الاجتماعي شو ما كان يكون، فهذول الشباب هم خلينا نقول ركيزة مجتمعاتنا العربية، فحبينا نعطيهم صوت، نمكنهم ونعطيهم صوت ومنصة مثل لإيصال رسالتهم، ليكونون مثلا المثل يحتذى به في العالم العربي خاصة. نعم. عن الشباب. نعم، سادة ميرا، أيضا يعني دعينا نستخرج بعض النتائج بالنسبة لهذا المهرجان، ما الذي حققه للشباب العربي بشكل عام؟ بشكل عام المهرجان كان عنده العديد من النتائج. نقول أول شيء الحمد لله طلعنا بمذكرة تفاهم بين مكة الشباب العربي ووزارة الدولة شؤون الشباب في الكويت. نعم. هذا الشيء يعني بيعطينا مجال أكبر أن نسوي مبادرات حق الشباب الكويتي إن شاء الله في الكويت. ثاني شيء الحمد لله كان عندنا فوق 10,000 شاب اللي حضر المهرجان، وكلهم إن كان فعليا في المهرجان نفسه ولا على الموقع مالنا arabyouthfestival.org كان عندنا يعني الريفيوز اللي وصلنا كانوا جدا جدا هاي، يعني عندنا ناس جاوا عندنا سمعوا، سوينا جلسة رواد أعمال مع CEO مال سوق وكارج وطلبات وبوتيكات، كلهم جلسوا جلسة ما ساعة ونص، وعندنا ناس قالوا لنا والله أنا بفنش من دوامي وبروح بفتح لي آب. نعم. يعني أيضا كانت هناك فقرات ملهمة للشباب بشكل عام. نعم. نعم بالضبط. هل هناك أيضا فعاليات وأنشطة بشكل عام كانت أكيد هناك أجندة وأنشطة تخللت هذا المهرجان، ما هي؟ كان عندنا العديد من الأنشطة من ورشات العمل الموجودة في المهرجان. أنا الفقرة المفضلة عندي هو كان سوينا نفس إكزيبيشن حق الشيخ زايد الله يرحمه مع كافة رؤساء الدول العربية. نعم. سوينا في المهرجان نفسه، وكان كل الزوار يعني من مختلف الدول الخليجية والدول العربية شافوا وتصوروا في هالإكزيبيشن. نعم. نحن تزامنا لآخر أسبوع كان من 25 إلى 31 ديسمبر آخر أسبوع العام زايد. نعم. شكرا جزيلا لك الأستاذة أميرة المرزوقي منسقة مهرجان الشباب العربي بالكويت، شكرا جزيلا لك. شكرا لك، يعطيك العافية. يعطيك العافية، ما قصرتي. مشاهدينا الكرام مستمرين معكم، ولكن نطلع لي هذا الفاصل وبعدها راجعين، خلكم معنا. حياكم الله مشاهدينا من بعد هذا الفاصل. بطولة فزاع للصيد بالصقور والتلواح باتت تستقطب أعداد أكبر من الصقارين المحترفين، وبدأ التنوع واضحا في نوعية الصقور، مما شجع اللجنة المنظمة للبطولة إلى فتح فئات جديدة وتصنيفها. الحديث أكثر عن هذه البطولة معنا عبر الهاتف مباشرة الأستاذ محمد عبد الله بن دلموك، مدير إدارة الدعم المؤسسي في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث. حياك الله معنا. مرحبا وسهلا اخوي، يا حياك الله. يطول عمرك. حياك الله يا اخوي محمد، سعيدين جدا بوجودك معنا. يا الله، مرحبا وسهلا، حياك. بدايه اكيد بطوله فزاع للصيد بالصقور بالتلواح هي معروفه، ولكن نود ان نعطي نبذه تعريفيه عن هذه البطوله بشكل عام. في بطوله الصيد بالصقور تابع لمركز حمدان بن محمد لاحياء التراث. نعم. هذه بطوله موسميه، كل سنة عندنا بطولتين، شهر واحد وشهر اثنين. نعم. فيها الفئات اللي هي فئات أصحاب السمو الشيوخ الفرق، وعندنا فئات للجماعة العامة، وعندنا أيضا فئات للطيارة اللاسلكية. نعم. وعندنا للناشئين، أشواط للناشئين، على أساس نركز في النشأ
ونحببهم في هذه اللي هي نسميها نحن اللي هي ما بنسميها هواية وإنما هي جزء من تراثنا. نعم. تراث أجدادنا لأنهم هم كانوا يقتاتون. نعم. على هذا النوع من الرياضات اللي هي الصياد الصيد اللي هو القنص يعني. نعم. فهاي الفئات اللي موجودة عندنا. نعم. وأيضا فتحنا الباب للإخوان الخليجيين بأن خصصنا لهم أشواط خاصة لا يشارك فيها الإماراتي وإنما فقط الخليجي. جميل جدا. ما الذي يميز هذه البطولة في عام التسامح أستاذ محمد؟ مثل ما قلت لك أخوي اليوم إحنا البطولة هذه مفتوحة لجميع الجنسيات وأيضا عندنا زدنا أشواط لإخواننا الخليجيين. نعم. يمنع مشاركة الصقارين المواطنين في هذه الأشواط الخاصة بهم. نعم. على أساس أن نزيد فرصهم في الفوز. جميل. نعطيهم هم فرصة أكبر وفي نفس الوقت مسموح لهم أنهم يشاركون في الأشواط المفتوحة اللي شارك فيها الصقارين الإماراتيين. جميل. هم عندهم خيارين مفتوح. لا مش خيارين. نعم. هم عندهم الباب مفتوح يشاركون في كل الأشواط. ما شاء الله ما شاء الله. بالإضافة إلى أشواطهم الخاصة. جميل جدا. كلمة أخيرة أستاذ محمد حاب يختم فيها. أول شيء جزاكم الله خير على الاستضافة ونبغي نشوفكم ونشوف الجمهور بإذن الله تعالى في ميدان الروية. عندنا البطولة من في شهر واحد من تبتدي من تاريخ 2/1 إلى 14/1 وعندنا في شهر 2 أيضا عندنا البطولة من 1/2 إلى 16/2 بالإضافة إلى البطولات الأخرى اللي هي الرماية والغوص والسلق ويعني كل البطولات اللي موجودة. الله يحفظك. شكرا لك. شكرا لك. أكيد إن شاء الله نحن نتشرف بتغطية هذه الفعاليات. شكرا لك للأستاذ محمد عبد الله بن دلموك مدير إدارة الدعم المؤسسي في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث. شكرا جزيلا لك. الله يرحبكم. مرحبا وسهلا. حياك الله. حياك الله. يحفظك. مشاهدينا الكرام انطلقت الدورة 10 من معرض عرب بلاست في دبي بمشاركة آلاف العارضين والزائرين الدوليين. وتمثل دول الخليج وحدها 11% من صناعة البتروكيماويات البالغ قيمتها 600 مليار دولار. نشاهد معا هذا التقرير. اليوم سعداء بدورة 14 لمعرض أرب بلاست. معرض أرب بلاست يقام كل عامين في مدينة دبي وهي حاليا احنا في الدورة 14 وعمر المعرض صار 28 سنة. المعرض يقام كل سنتين وهو الأكبر والأهم في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. معرض أرب بلاست يهتم بتسليط الضوء على الصناعات المهتمة في البلاستيك والبتروكيماويات وصناعة المطاط. طبعا معرض أرب بلاست في الدورة الحالية استقطب 900 شركة من 32 بلد. عندنا 14 جناح دولي مشارك معظمهم أجنحة رسمية يعني بمشاركات دولية. أهمية معرض أرب بلاست أنه هو المعرض يقام في دول الخليج. طبعا دول الخليج هي المواد الأولية الخام التي تساهم في تصنيع الحبيبات البوليمرز اللي هي تدخل في الصناعات البلاستيكية والصناعات التحويلية. اليوم البلاستيك شيء مهم في حياة كل إنسان تدخل في الصناعات المتعلقة بالأمور الطبية والرياضية السيارات الطائرات. عرب بلاست طبعا أيضا منصة مهمة لتبادل المعلومات حول الأمور المتعلقة بأحدث ما توصلت إليه التقنية اليوم في إعادة التدوير والاهتمام في البيئة سواء على المستوى المحلي أو على المستوى العالمي. الاتفاقات الحمد لله صارت اليوم اتفاقية بين شركة أدنو وشركة موانئ أبوظبي لكيزاد حيث تم اتفاقية في عملية تطوير الصناعات البنية التحتية في الإمارات
الحمد لله صارت حتى عندنا اتفاقية مع شركة بروج وشركة أدنوك LLC اللي هي لوجيستكس بأن عملية العقد اللي الشراكة معاهم للخطوات الجاية إن شاء الله. فهذه كلها الحمد لله أثمرت ونال النجاح في المعرض وتم الاتفاقية عليه. الشيء بيميز المعرض في نسخته ال 14 لهذا العام غير انه عم بيكون مع افتتاحيه موسم المعارض وافتتاحيه عام جديد، يا رب كل الخير على كل الدول كل عم بيشوفونا هلا، هو التنوع الكبير من حيث المشاركات، يعني في ارتفاع بنسبه 13% للمشاركات الخليجيه، في جناح سعودي كامل، في دول من الكويت من عمان ايضا مشاركه، في مشاركات عالميه واسعه ايضا من ايطاليا من فرنسا من سويسرا من الصين، وطبعا كل هذه الشركات والمشاركات متخصصة في مجال البلاستيك والبتروكيماويات وإعادة التصنيع. طبعا هذا أمر مش غريب أبدا لأن دبي دائما عودتنا على التنوع في كل عام، وحرصا من المنظمين على الاستراتيجيات واستقطاب عدد أكبر من المستثمرين والشركات كان في تسهيلات كبيرة منحت لكل المشاركين هذا العام، وهذا اللي رفع نسبة المشاركة وأيضا من ناحية الزوار. مشاهدينا الكرام، يعد العمل المجتمعي أساسا مهما لبناء المجتمعات ونشر روح الترابط بين كافة أعضائه، كما أنه يعلي قيمة الخير والعطاء ويرسخ مفاهيم الإنسانية لدى كل المجتمع. وبنتعرف أكيد على أهمية تخطيط للأعمال المجتمعية مع ضيفتنا في هذه الفقرة مدربة تطوير الذات الأستاذة عاشة العوضي. حياك الله أستاذة عاشة. الله يحييك. سعيدين جدا بوجودك اليوم. وأنا سعيدة معكم. ومنور الله يحفظك. بداية أكيد نبغى نبدأ معك ونعرف لدى المشاهدين ما هو العمل المجتمعي. طبعا العمل المجتمعي يمكن بدأ مفهومه وترسخ مفهومه أكثر من 3 سنوات لما بدأ عندنا عام الخير وعام عام زايد. وطبعا هاي السنة إن شاء الله بإذن الله عام التسامح. العمل المجتمعي هو كل شيء نقوم فيه يخدم مجتمعنا. نعم بشكل عام. بشكل عام يخدم المجتمع، وكل شخص كل فرد يقدر يقوم فيه، مش شرط تكون مؤسسة يعني اللي تقوم فيه، كل فرد في المجتمع يقدر أنه يخدم مجتمع. نعم سادة عاشة، ما هي أهمية وضع خطط واضحة لتنفيذ هذه الأعمال المجتمعية؟ طبعا في اي شيء كان مشروع تجاري او عمل او هدف او خطه، يعني قبل كم من يوم كنت اقرا كتاب فذكر فيها هل معقول ان الطيار يركب الطياره يروح بدون تخطيط لوجهته؟ مستحيل. ايضا عمل مجتمعي، اذا انت ما وضعت له خطه كيف بتقدر تخدم مجتمعك بطريقه صحيحه؟ لازم نحن نبحث شو مجتمعنا يحتاج، شو احتياجات المجتمع، من هم الأفراد اللي أنا أبغى أساعدهم، من هي الفئة المستهدفة، ما هي احتياجات دولتي، حتى العدد أضع لنفسي مؤشرات. نعم. عشان أنا أعرف هاي الخطة هذه نجحت، هل استفاد مجتمعي أو لم يستفد. نعم نعم. أيضا يعني يبقى لي سؤال، اليوم نحن المبادرات المجتمعية لم تعد كالسابق، ربما قبل كانت هناك يعني مبادرات مجتمعية مساعدة مثلا تبرعات مثلا أشياء خيرية أشياء خيرية، يعني اليوم هناك ابتكار. صحيح. وتوظيف مواهب. صحيح. المواهب بشكل عام في خدمة المجتمع، ليس بالضرورة أن يكون شيء مادي. صحيح. هناك يعني عدة مناحي، كيف يتم توظيف الابتكار وأيضا توظيف المواهب في خدمة الخطط المجتمعية؟ نعم طبعا احنا كل فرد فينا اكيد عنده موهبة او متخصص في مجال معين. يمكن قبل فترة طرح الشيخ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد موضوع العمل التطوعي التخصصي، نحن كل واحد في مجاله كان في تخصصه او في موهبته يقدر يبدأ. عندنا مثلا مصمم، عندنا المصور، عندنا حتى في وظيفتك مثلا أنا محامي أقدر مثلا أدافع عن بعض الأشخاص مثلا ذوي الدخل المحدود في الحل في قضاياهم. نعم. من فترة قريت عن شباب وايد حبيت موضوع الابتكار عندهم أو موضوع التطوع عندهم، يساعدون الناس في تصليح سيايرهم. ما شاء الله.
صحيح. هم مجموعة لايم تتصل فيه مثل اختربت سيارتك في الشارع يجون يصلحوا لك إياها فري. نعم. فيعني هل المجالات اللي نحن نحتاجها مثل ما قلت شوي نبتعد عن موضوع بس التبرع بالمال، أو طبعا هذا شيء زين يعني، لكن أكيد. إن نحاول نوظف تخصصاتنا أو مواهبنا في خدمة المجتمع. نعم سادة عاشة، الفرق بين التطوع الإبداعي وأيضا التطوع المستدام، ما هو الفرق بينهما؟ نحن ما نقدر نفرق بينهم، يعني هو كل واحد مكمل للثاني. الإبداع في التطوع يخدم الاستدامة. أنا لما أقول تطوع إبداعي أو مستدام معناته أنا أبحث عن مجال أو مبادرة مجتمعية تخدم مجتمعي لفترة أو مدى طويل. نعم. يعني عندنا مثلا أنا معلم، أي أعلم، يعني هو موضوع مش أنك تبني مسيد أو تبني مدرسة، بس حتى الفكرة لما أنا أي أدربك أو أعطيك معلومة فأنا خدمتك في بفكرة صحيح مستدامة، صحيح تنموية ومستدامة. أنت لما في أفكار للأسف يعني هي موجودة في الغرب وأتمنى أن هي تطبق عندنا، مثلا في الزراعة وغيرها يزرعون يرممون مدارس، هذه الأفكار الجديدة اللي نحن نقدر نقول أنت تخدم مجتمعك بشكل مستدام، شيء يتم لفترة مستمرة وطويلة. نعم المجتمع الإماراتي والشاب الإماراتي السادة عاشة، كيف يعني ترين إدراكه ووعيه لهذه الأمور؟ الحمد لله قبل فترة يعني نحن أول ما بدأ السوشيال ميديا كنا ملاحظين ويعني زعلانين أن أغلب الشباب مستهترين أو يعني يدخلون في أشياء غريبة، بس الحين لما قمت أدخل السوشيال ميديا بالعكس أشوف شبابنا ما شاء الله عليهم المتطوع واللي يخدم مجتمعه واللي يساعد واللي يعني مبدعين، كانوا كتاب كانوا رسامين أو غيره، وكلهم يخدمون المجال التطوعي، وبالعكس قاموا يتنافسون أنهم يخدمون مجتمعهم في جميع المجالات. أكيد نحن اليوم نشوف مثل ما ذكرتي الحمد لله رب العالمين، وأنت خير مثال السادة عاشة لهذا العطاء المجتمعي، وسعيدين جدا بوجودك معنا اليوم. أنا أشكرك وكلمة خيرة حابة تختمين فيها. طبعا أنا أتمنى أن خلصنا عام زايد وخلصنا عام الخير، دخلنا على عام التسامح، نتمنى من شبابنا أن يستمرون في العطاء، هو ما كان مجرد فترة صحيح. التطوع في عامين، لا، حتى زايد زرع فينا حب الخير وحب مجتمعنا وخدمة الوطن، نحن نتمنى من شبابنا يستمرون في هذا العطاء بإذن الله تعالى. شكرا لك للسادة عاشة العواضي مدربة تطوير الذات، شكرا جزيلا لك. العفو، يعطيك العافية. مشاهدينا الكرام، مع هذه الفقرة وصلنا وياكم لختام حلقتنا لهذا اليوم، تقبلوا تحياتي وتحيات فريق البرنامج، نلقاكم غدا بإذن الله في نفس الموعد في أمان الله ورعايته. شكرا.